اهو كده شكلها ماما عماله كانت قابله التصوير تقول ما شاء الله ما شاء الله. بالذات بقى ما تتقطع قطع كده مربعات زي اللي بتتباع. وجربوا الموضوع ده يا جماعة، والله هيعجبكم إن شاء الله، وبإذن الله. وحاجة برضو بنعملها بإيدينا وعارفين عاملينها إزاي وكده. وعلى فكرة والله طعمها بالطريقة اللي انا قلت لكم عليها في الفيديو الاولاني، طعمها زي جاهز بالظبط. يعني ايه السميت مع العسل مع السميت مع السميت الناعم والخشن، طعمها حلو قوي. يا رب فيديو النهاردة يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. انا عايزة اقول لكم ان بعد ما اخدت لون من تحت، عملنا لها حطينا لها في الفرن في الشوايه من فوق، واخدت لون من فوق. انا ما شغلتش الاتنين مع بعض، شغلت الفرن الاول تحت وبعد كده اخدت لون بسرعه، وكان الفرن سخن فاستوت حلو من تحت. وبعد ما استوت قمت مشغله الفرن من فوق اخدت لون، ما شغلتش ده وده مع بعض، لا ده الاول اللي تحت الاول، وبعد كده طفيت تحت وشغلت فوق. شغلت فوق. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، وزي ما قلت لكم من اهل الخبره اهو، كل اللي انا غلطته في الفيديو الاولاني ان انا بططتها قوي فكتمتها، مع ان انا قلت لكم ما تبططوهاش، بس مش عارفه ليه انا كنت ببططها فكتمتها. ده اللي انا غلطته فيه في الفيديو الاولاني. وكمان الفيديو ان انا تقلت عسل الجلوكوز قوي، خليته عصير الجلوكوز فبقى تقيل قوي وهو بينزل، ده برضو كانت غلطة. هو العسل بتاع الهريسة تقيل زي ما انا قلت لكم تقيل، بس انا تقلته قوي قوي فدي كانت الغلطة. بس كعموم كان في الفيديو كان مش وحش قوي، يعني 80% 75% كده. شكرا لكم، مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. ماما ان شاء الله النهارده هتعمل معاكم هريسه دمياطي بطريقه سهله وبسيطه، يا رب تعجبكم. ده دقيق السميد اللي محطوط عليه جوز الهند الناعم والخشن والفانيليا والسكر والعسل. يعني ده دقيق سميد جاهز. انا كنت عملت لكم الهريسة قبل كده وقلت لكم عن المكونات بتاعتها. لو انتوا عايزين تعرفوا دقيق سميد شوفوا الفيديو الاولاني، وانا برضو هقوله لكم في اخر الفيديو. وده بندق ماما مجروش، بندق مجروش، وده برضو جوز مطحون، جوز جوز هنا. معلش اصلية لسه قايمة من النوم يا جماعة والله. وماما هنا بتعمل صينية، بعد هنا الصينية سمنة سمنة، وهتحط عليه جوز هند علشان يحط السميد اللي هو الهريسة اللي عليها سمنة وعسل وجوز هند و جوز هند ناعم وخشن. تمام. هنا السمنة في صينية، دي الطريقة الصح مش طريقتي. تمام. ماما مصغرة الصينية على قد ايه السميد بتاعها عشان مهاش بسبوسة رقيقة. لا انا غلطت المرة اللي فاتت وعملت الغلطة بتاعت المرة اللي فاتت، عشان انا قلت لكم ان هي طريقة غلط. لا الطريقة الغلط في ايه، ان انا عملت السميد في صينية واسعة وهو المفروض تكون صينية صغيرة، وتكون الدقيق السميد كتير في الصينية. بس عشان ايه اعرفكم الطريقة الصح. وبرضو في واحنا بنضغط على الدقيق السميد ما نكتمهاش، ما نكتمهاش ما نكتمش
الدقيق السميد ده في الصينية عشان ما تتكتمش. فين؟ في الصينية، عشان ماما ونرمين قالت لنا، قالوا لنا ان انت غلط، قالت لنا، قالت لي ان ايه، بططتها قوي. كتمتها، وكمان كانت الصينية، وكمان كانت الصينية ايه، كبيرة على الدقيق السميد، او مش كبيرة، كمان انا استعملت دقيق السميد، استعملت دقيق السميد دقيق السميد مش كله على الصينية. يا لسه هنا بقى، عرفتوا بقى الغلطات اللي انا قلت لكم عليها. ده بس والله العظيم كانت يوميها صينية طعمة والله العظيم، هي كانت طعمة، هي بس عشان بطتت قوي، بس ده العيب، بس هي الهريسة ما تتبططش قوي يعني. شوفوا ماما بتحسس عليها، ايه التحسيسة دي؟ وماما مسخن الفرن عشان تحط ايه على طول. ايه رأيكم في المنظر ده بقى؟ حطه في الفرن وهنرجع لكم تاني. وده عصير الكولكوت وعلى النار. ده شكله خرجت من الفرن اهي، وماما العسل الكلوكوز اهو. شفتوا سمك العسل؟ تخيل. انا بقى كنت مدخنه اكتر من كده. هو تخين حلو على فكرة، مش وحش. كنت مدخناه لدرجة ان مرضاش يخرج من حالنا. ده بس الغلطات اللي انا عملتها. انا حبيت اقول لكم الغلطات عشان الفيديو الاولاني اسمه انا بوظت الهريسة، فصلحته لكم اهو. وخدوا الخبرة من أهل الخبرة. يا راجل ده عسل بقى كلوكوز. أنا كنت عاملة العسل بتاعي كده. إن شاء الله ممكن في الفيديو ده أو في فيديو تاني هعمل لكم العسل الكلوكوز في البيت. عسل الكلوكوز، مرة انا عملت عسل كلوكوز في البيت، والله قعد فترة طويلة قوي قوي عندي، ولدرجة ان انا استعملته، لدرجة ان انا استعملته في بدل الليمون ده، بس كان في التلاجة اللي انا عاملاه. ما هو ده سمك عسل الكلوكوز، ممكن تستعملوه من غير ما تحفظوه عندكم بره التلاجة عادي. اهو ده شكله ماما عماله كانت قبل التصوير تقول ما شاء الله ما شاء الله. بالذات بقى ما تتقطع قطع كده مربعات زي اللي بتتباع. وجربوا الموضوع ده يا جماعه، والله هيعجبكم ان شاء الله، وباذن الله. وحاجه برضو بنعملها بايدينا وعارفين عاملينها ازاي وكده. وعلى فكره والله طعمها بالطريقة اللي انا قلت لكم عليها في الفيديو الاولاني، طعمها زي جاهز بالظبط. يعني دقيق السميد مع العسل مع السميد مع السميد الناعم والخشن، طعمها حلو قوي.
يا رب فيديو النهاردة يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. انا عايزة اقول لكم ان بعد ما اخدت لون من تحت عملنا لها حطينا لها في الفرن في الشواية من فوق، واخدت لون من فوق. انا ما شغلتش الاتنين مع بعض، شغلت الفرن الاول تحت وبعد كده اخدت لون بسرعة، وكان الفرن سخن فاستوت حلو من تحت، وبعد ما استوت قمت مشغلة الفرن من فوق اخدت لون. ما شغلتش ده وده مع بعض، لا ده الاول اللي تحت الاول، وبعد كده طفيت تحت وشغلت فوق. شغلت فوق. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، وزي ما قلت لكم من اهل الخبرة اهو، كل اللي انا غلطته في الفيديو الاولاني ان انا بططتها قوي فكتمتها، مع ان انا قلت لكم ما تبططوهاش، بس مش عارفة ليه انا كنت ببططها فكتمتها. ده اللي انا غلطت فيه في الفيديو الاولاني. وكمان الفيديو ان انا تقلت عسل الجلوكوز قوي وخليته عصير الجلوكوز فبقى تقيل قوي وهو بينزل، ده برضه كانت غلطة. هو العسل بتاع الهريسة تقيل زي ما انا قلت لكم تقيل، بس انا تقلته قوي قوي فدي كانت الغلطة. بس كعموم كان في الفيديو كان مقاش وحش قوي، يعني 80% 75% كده. شكرا لكم ومع السلامة.